الناشئين، ولذلك المدرب اختار لاعب ممكن انه قناص اللي هو يعني ميمي او مهاجم يعتمد بيه على الكرات الطويله اللي هو ايمن، والاضافه لذلك اختار مهاجم سريع اللي هو علي الحمادي. الاجهز بالنسبه لك كمدرب؟ حسب وجهه نظري انه علي الحمادي الاجهز بالفريق والافضل بينهم. نعم. طيب اولا تعليقك على خط الهجوم، وثانيا عن استبعاد باشنق عبد الله. يعني باشنق بصراحه هو ما حصل على فرصه صحيح. كافيه، يعني حتى ممكن ان تنظر لتقييم ادائه، وهو ايضا ممكن ان يتواجد في المستقبل، يعني هذا امر طبيعي جدا. الثلاث اسماء الموجودين بالخط الهجوم اكو يعني بصراحه شيء ايجابي بالثلاث اسماء، يعني امكانياتهم مختلفه، يعني قدراتهم مختلفه، ما بين لاعب يجيد القدرات البدنيه بالاحتفاظ بالكره، ما بين لاعب يجيد التحرك بالمساحات، وما بين لاعب ايضا عنده القدره على قد تقدير التسجيل بشكل مميز، اتكلم عن ميمي. فالثلاث لاعبين الميزه اللي بيهم في كل لاعب ممكن ان تعطي اضافه للمدرب في اختياره للاعب معين في ظروف معينه في اسلوب معين، وهذا حاله ايجابيه.